وكل الخير. دوما بيتجدد اللقاء مع حضراتكم، وخلونا النهارده الضحكه ما تفارقش وشنا، لان النهارده هو يوم الاختبار مش بتاع المراه المصريه ولا بتاع الشباب المصري ولا بتاع كبار السن، بتاع الدوله المصريه اللي اختاروا بارادتهم الحره انهم يخرجوا بالملايين يسقطوا مشروع الاهل والعشيره ويفرضوا مشروعهم الجديد، لان المصريين اللي حلموا بالتغيير النهارده بيمددوا قرار هذا الحلم حتى يتحقق. 4 سنين في عمر الدول والشعوب مش ممكن يكونوا مدة كافية، ولا يقدروا يدونا أبدا الفرصة الزمنية اللي تسمح لنا بأن احنا نتجاوز كل الفجوات الزمنية اللي عشناها في مراحل ما كانتش أفضل مراحل حياتنا. علشان كده في 4 سنين اللي فاتوا حصل تثبيت الدولة، وحصل كمان إطلاق بنية تحتية قوية قابلة للبناء عليها، وحصل الأهم بداية الاستعداد بطبقة شابة تدخل لممارسة العمل العام وتكون جاهزة لهذا العمل. علشان كده النهاردة تحديدا أول أيام الانتخابات اللي هتستمر على مدار 3 أيام لحظات فارقة، لحظات فارقة في ثورة 30 يونيو، مش في مسار رئيس أو تجديد رئيس إطلاقا. اللحظة الفارقة هي لحظة تاريخية بحق، لأنها اللحظة اللي المصريين بيجددوا فيها العهد لثورتهم، وإنهم رفضوا الدولة الدينية وأسقطوا مشروع الشرق الأوسط الجديد وعطلوا كل المشاريع دي علشان يفرضوا دولتهم هم. ودولتهم اللي بدأت ملامحها في 4 سنين اللي فاتوا مهم جدا إنها تستكمل هذه النهضة علشان اللي جاي كله يبقى لصالح المصريين كلهم ولصالح ولادنا كلهم. علشان كده من فضلكم، احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده وقلنا ان اللحظة دي هتكون لحظة فارقة ولحظة مميزة، وان في الجولة دي الانتخابية دي في الدورة اللي احنا فيها 2018 المشهد هيشاور وبنفسه على حاجات ربما ما كناش واقفين عليها كتير. وعدناكم ان الشباب هيبقى عنوان مهم في المشهد الانتخابي، والسوشيال ميديا لجماعة أهل الشر والناس المحبطة كلهم مركزين على ساعات الصباح الأولى. بفكرهم وبفكر نفسي وبفكركم، احنا كل الانتخابات بتنطلق في 3 أيام عمل، يعني فترة الصباح كلها هتكون أثناء العمل، وأثناء العمل هيبقى اللجان الإقبال عليها من السيدات، من أصحاب المعاشات، من الناس البسيطة اللي هي عندها أجازة بطبيعتها أو تقدر تبقى موجودة. علشان كده من الساعة 2 الوقت اللي احنا فيه ده لحد انتهاء فترة التصويت وإغلاق اللجان، ده الوقت اللي احنا هنبدأ فيه نرصد كمان الحركة الطبيعية. ومع ذلك المصريين والسيدات منهم والرجال كبار السن منهم كانوا موجودين في قلب المشهد، بس أنا حابة أوريكم وشاور معاكم على اللي لازم تبقوا واخدين بالكم منه من اللحظة الأولى، وده أول شيء احنا هنبدأ نرصده. ومن اللحظة دي خلوني اقول لحضراتكم، هي المسيرات الشبابية اللي اتحركت في اماكن مختلفة من مدينة القاهرة، واللي كانت بتدعو المواطنين للمشاركة وانهم ما يتنازلوش ابدا عن حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم. وبالتالي هذه المسيرات كانت بتقول ايه؟ كانت بتودينا لفين؟ المسيرات دي حضراتكم هتشوفوها قدامكم دلوقتي، وبتمنى من زمايلي يحطوها لان ده كان عنوان الموضوع الحقيقي. هل المسيرات دي بتقول لحضراتكم ان الطبقة الشابة اللي بيتم تجهيزها علشان تدخل مجال العمل العام موجودة في المشهد ولا مش موجودة؟ علشان لحد دلوقتي بلاقي البعض بيحط السؤال، هو نسبة التصويت اكثر للمرأة ولا نسبة التصويت اكثر للرجال ولا نسبة التصويت اكثر للشباب؟ السؤال ده ليه ما بسمعوش في الانتخابات الفرنسية؟ وليه ما بسمعوش في الانتخابات الأمريكية؟ ليه لازم السؤال اللي مفروض علينا هنا نفضل نقع في الخطأ ونكرره؟ مصر لكل ولادها، كبار وصغار، نساء ورجال، شباب وشابات، ما ينفعش نقبل هذا التقسيم على الإطلاق. ومع ذلك خليكوا فاكرين ان الوعد اللي بيني وبين حضراتكم ان في المشهد الانتخابي على مدار 3 أيام
هيكون الشباب والمشاركة الشابة فيه عنوان مهم جدا في الانتخابات. علشان كده المسيرات اللي قدام حضراتكم دي كانت بتقول بشكل مباشر ان الناس دي واخدة بالها ومش هتخسر حقها اللي كسبته بعد ثورتين، علشان تطلع تقول للناس كلها اللي هيعزل نفسه من الصورة هو اللي مش هيبان في الصورة، واللي هيختار انه يحبس نفسه ورا شباك او يقعد على كنبة هو اللي بيقرر. لكن الشباب بتوعنا ومش موجودين بس في المسيرات، هنشوفهم في اللجان كمان، بس لحد ما نبدأ نرصد الحركة دي خلونا نشاور مع بعض على بعض اللقطات المهمة. ايه رأيكم كمان لو نشوف بيت العيلة؟ بيت العيلة يعني المصريين لما بيقولوا ما عندناش طائفية، احنا مسلمين ومسيحيين، وبيت العيلة بيتحرك المرة دي في كفر الشيخ، يعني مش في القاهرة ولا في المدن الكبيرة. بيت العيلة وفي كفر الشيخ بيقرر ان هو يبقى موجود في اكتر من مقر من مقرات الانتخاب، علشان الناس كلها تشوفهم والناس كلها تشعر بهذه هي وجه مصر. وجه مصر هو الهلال والصليب، هو عمامة الأزهر، وكمان يعني غطاء الرأس بتاع كل الكهنة والقساوسة. مصر لكل ولادها. المشهد ده بيقلق أهل الشر، وبيقول بشكل مباشر إن الحدوتة اللي قدامكم دي مش مريحة ناس كتير خالص. علشان كده عايز أقول لحضراتكم إنه في تصريحات خاصة لأون لايف كل الحاضرين كانوا بيتكلموا على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وإن هم يعني بيستشعروا إن دي مسؤوليتهم. لو كان الجنود موجودين في الجبهة وفي الميدان، فالمواطن المصري دوره النهاردة إن يبقى موجود في اللجان، واللي هيتخاذل بيتخاذل لحق الدم، بيتخاذل لحق الشهيد، بيتخاذل لحق المصاب، اللي هم أخذوا العهد ووفوا بيه إن هم هيحمونا قبل أي إصابة ما تكون عندنا. علشان كده الحقيقة في كل الآراء اللي سمعناها منهم كانت كل هذه الآراء بتتكلم على واجبهم تجاه الوطن، على حقهم الدستوري ومكسبهم الدستوري اللي مش ممكن يتخلوا عنه، والمشهد ده مشهد مهم جدا. عايز أقول لحضراتكم كمان إن اللجان الانتخابية كانت عندها طبيعة خاصة النهاردة، عايز ألتقط معاكم بعضها. لو قلت لكم احنا دايما بنبقى مشدودين وعندنا تصور ربما ما يكونش تصور صحيح تماما ان المدن الكبيرة والاحياء الميسورة بتبقى الحركة فيها يعني مبكرة اكتر من القرى البعيدة او المحافظات او حتى المناطق النائية. طيب تعالوا نبص مع بعض على بعض الأماكن اللي بتحسب على يعني الحضر وعلى الناس الميسورة. لو خدت حضراتكم لمدينتي مثلا، للقاهرة الجديدة، واتفرجنا على ازاي المواطنين وقفوا طوابير طويلة وصوروا نفسهم، ما استنوش الكاميرات الخاصة بتاعة القنوات، ورفعوا الفيديوهات بتاعتهم علشان يقولوا ان الناس دي، هل اللي انتوا شايفينهم دول كبار في السن؟ هل اللي انتوا شايفينهم دول شباب؟ هل اللي انتوا شايفينهم نساء؟ هل هم رجال؟ هل انا وحضراتكم نعرف اذا كانت اللجنه لجنه مخصصه للتصويت للرجال فقط، ولا للسيدات فقط، ولا للسيدات والرجال معا؟ ارجوكم اوعوا نقع في الفخ ده من فضلكم. مصر لكل ولادها، والطابور الطويل جدا اللي قدام حضراتكم في الفيديو بيقول ان دول شباب ودول كبار ودول ولاد مصر كلهم، ونازلين لانهم اخدوا حقهم الدستوري اللي مش مستعدين يتنازلوا عنه ابدا. علشان كده هل المشهد ده ممكن يكون مختلف عن المشاهد الاخرى؟ انا بقول مستحيل، لأن مصر بتاعت كل ولادها، ولو كانت عينينا ممكن تكون مشدودة للناس اللي بتعرف تصور وترفع بسرعة في الأماكن الحضرية، ده كمان موجود في أماكن أخرى. علشان كده عايز أخدكم الأماكن أبعد من كده، عايز أطلع برا القاهرة الجديدة وبرا مدينتي وبرا الرحاب وبرا الأحياء اللي ممكن يتقال أصل دي أحياء ناس شاطرة وناس عارفة. اللي انتوا شايفينهم دول إيه؟ دول مصريين ولا لأ؟ دول خليط من مراحل عمرية ولا لا؟ موجودين في كل حتة ولا لا؟ موجودين في اللجان ولا لا؟ دول شباب وشابات ولا لا؟ لازم ناخد بالنا كويس قوي. طب هل الناس دي
اللي موجودة في كل الأماكن اللي بنشاور عليها بتقول إن كل أبناء مصر موجودين، وموجودين في كل حتة زي ما كانوا موجودين في مدينتي وموجودين في الرحاب، موجودين كمان في المعادي. الصورة اللي قدام حضراتكم بتنقلني بقى، بروح القليوبية. ها القليوبية فيها طابور ولا ما فيهاش طابور؟ طب هل الطابور طويل ولا مش طويل؟ هل الطابور في مراحل عمرية مختلفة ولا مرحلة عمرية واحدة؟ هل الطابور بيقول إن المصري اللي اكتسب حقه الدستوري في إن صوته يبقى فاعل ومؤثر يبقى موجود ولا مش موجود؟ طيب هل ده المشهد ده قدام حضراتكم ما بيقولش كمان إن كبرنا وحكمة المصريين لازم تبقى موجودة من سيدات ورجال اللي اختاروا من ساعات الصباح الأولى في كل مدن مصر في كل قرى مصر إنهم بيبقوا موجودين ويشاركوا ويحطوا أصواتهم؟ طب عايز أقول لحضراتكم كمان من المفاجآت، في الشيخ زويد، الشيخ زويد اللي كانت في لحظة من اللحظات رأس حربة في مثلث بيشتغل طول الوقت منه أهل الشر، أهل الشيخ زويد هم بنفسهم اللي نزلوا علشان يعلنوا إن البلد دي علشان تكون خالية من الإرهاب لازم تبقى دولة، لأن هم اللي أدركوا بطبيعة اللي تعرضوا له إن الدولة دي في اللحظة دي في الانتخابات اللي شكلها صندوق وورقة هي الحقيقة المنافسة فيها، منافسة ما بين دولة ولا دولة، الدولة والفوضى، الدولة في مواجهة الخلافة. علشان كده من فضلكم المشهد اللي قدامكم بيقول ان ناس مصر برغم ان احنا في يوم عمل وان لسه مفروض سخونة التصويت تبدأ بعد انتهاء ساعات العمل، بيقول بشكل واضح وجلي ان من كل القرى والمحافظات الى المدن الكل موجود والكل مش ممكن يتنازل عن حقه. علشان كده عايزه اقول لحضراتكم ان المشاهد اللي قدامكم دي بتاكد قولا واحدا ان سينا زيها زي القاهره زي كل حته فيك يا مصر بتعرض بشكل واضح وصريح تميز مختلف، لان المصري ما بيحبش حد يملي عليه، ولو قلنا ان هم بيحاولوا يلووا دراعنا انهم يطلعوا بيانات كاذبه او يطلقوا شائعات زي اللي بتشوفوها لازم تاخدوا بالكم. ان شوف مشهد حلايب مثلا، ها ايه رايكم؟ حلايب وشلاتين الاقبال فيها بالنسبه لعدد سكانها ايه رايكم؟ في اقبال كثيف من المواطنين ولا انتوا حاسين ان الناس دي معانا ولا مش معانا؟ علشان كده لازم تاخدوا بالكم ان التوافد اللي حصل على اللجان منذ ساعات الصباح الاولى قال بشكل واضح ان المصري اللي حقق مكسب حقيقي يعني انتزاع حقه في اختيار قياداته في هذا الدستور مش ممكن يتنازل ابدا عن هذا الحق. كمان انا مهتمة قوي واحنا بنتفرج على حلايب وشلاتين ان اخدكم كمان لمشهد اخر. ربما في المجتمعات دي اللي هي عندها طابع البادية بتبقى المرأة فيها مش حاضرة بشكل كبير، ايه رأيكم في الصور اللي قدرنا من بعض الناس نفسها بتبعتها لنا لسيدات حلايب وشلاتين اللي نزلوا بهذه الاعداد الغفيرة علشان يشاركوا في عملية التصويت؟ ايه رأيكم؟ انتوا حاسين ان البلد دي لها اصحاب وان اصحابها هم اللي شايلينها وان اصحابها هم اللي نازلين النهارده بيجددوا اختيارهم للدوله الوطنيه في مواجهه الفوضى، بيجددوا اختيارهم لدوله مدنيه حديثه في مواجهه دوله الاهل والعشيره الدوله الدينيه؟ طيب خلوني كمان اقول لكم ان من هرم المسؤوليه لكل الشخصيات الكل بيتسابق علشان يعلن انه زي ما الجنود موجودين في الميدان كل ابناء مصر المخلصين موجودين في اللجان.